مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. انعقاد المؤتمر السابع لامراض الدم والاورام بعدن. سكان التربة بتعز يشكون اغلاق الشوارع بالباعة المتجولين. تقرير أممي يكشف عن تراجع إنتاج الحبوب في اليمن بسبب الأزمة. في إب مجموعات مسلحة تنهب الأراضي دون رادع. في الحديدة مقالب القمامة طعام للفقراء. في أبين شاب جامعي ينجح بمشروع خاص. في تريم بحضرموت الباركور رياضة فكرية بدنية لمجموعة من الشباب. ملاطف الحرازي موهبة فنية بدق الطاسة شهرتها واسعة. يعيش سكان مدينة تعز معاناة من المواجهات العسكرية المتواصلة التي أدت إلى توقف الكثير من الأعمال وإيقاف الدراسة والاختبارات في المدارس والجامعات في ظل مخاطر كبيرة تحدق بالأبرياء. المدينة الحالمة تحلم بعودة الحياة إلى شوارعها التي أصبحت هذه الأيام غير آمنة للمرور بها، فالمواجهات الحاصلة في محافظة تعز أوقفت العديد من المدارس وبعض الكليات عن تأدية الاختبارات وعطلت أعمال العديد من المواطنين. أدت هذه الحرب إلى تسبب المعاناة للكثير من الطلاب والمواطنين، مما أدى إلى توقف الدراسة وبعض المؤسسات الحكومية، ونعاني الكثير ونرجو أن نصل إلى حل لهذه المشكلة. الحرب الأخيرة أعاقت الكثير من الأعمال داخل المدينة، مما أدت إلى توقف بعض المدارس والجامعات وأعاقت الحركة في داخل مدينة تعز بشكل عام. حرمنا من التعليم، حرمنا وتوقفت الجامعات والمدارس وجميع الأعمال داخل المدينة بسبب المواجهات التي حصلت في الأسبوعين الأخيرين. أغلقت المدارس وتوقفت الأعمال هنا، فأصوات النيران هي من باتت تملأ المكان، والخوف والرعب هو من يسكن في قلوب العديد من السكان، فتلك القذائف التي لا تفرق بين أحد هي من أوقفت الحركة عن هذه المدينة منذ أيام. نحن بدون إغاثة منذ 4 أشهر، لم تصرف إغاثة لأي شخص في مدينة تعز نهائيا، هذا ما نعانيه هذه الأيام. كل ما يريده أبناء مدينة تعز هو أن يعيشوا بحياة كريمة ومستقرة وبأمن وسلام واستقرار. خوف وهلع أرعب المواطنين، فالحرب التي تمر بها البلاد منذ عدة أعوام سلبت أرواح العديد منهم. دشنا في عدن الأسبوع الخليجي الثالث للتوعية بأمراض السرطان بتزامن مع انعقاد المؤتمر السابع لأمراض الدم والأورام والذي نظمته جامعة عدن والمركز الوطني لعلاج الأورام. قدمت بحوث ودراسات حول أمراض السرطان وكيفية التوعية من مخاطره والوقاية منه. مرض السرطان لا يعني حكما بالإعدام، هكذا يقول هؤلاء في محافظة عدن في انعقاد المؤتمر السابع لأمراض الدم والأورام والذي نظمته جامعة عدن والمركز الوطني لعلاج الأورام بحضور قيادات وشخصيات اجتماعية وأكاديمية. أمل انبثق منذ 7 سنوات وسيظل كذلك. هذا سنوي يشرف عليه ويدعمه مركز الوطني لعلاج الأورام وجامعة عدن، ويشارك في المؤتمر حوالي 120 باحث وباحثة، ويناقش 25 بحثا مرتبطة بالأمراض أكثر انتشارا، أمراض سرطانية أكثر انتشارا في اليمن، غالبا هي سرطانات الثدي والجهاز الهضمي والرأس والرغبة والدم والغدد الليمفاوية. هناك مسببات كثيرة في بلادنا، خاصة الاستخدام الغير منظم للمبيدات والمواد الكيميائية، بعض
العادات والتقاليد مثل أخذ السوكة والتنبل والشمة، هذه بتؤدي إلى ارتفاع نسبة إصابة سرطانات الفم واللسان. أهمية التناغم أو التجانس والربط ما بين الجانب العلمي إلى الجانب المجتمعي والجانب التوعوي يكتسب أهمية كبرى. هذا البرنامج، هذا المؤتمر هو للعام السابع مثل ما عرفنا، والحملة الخليجية للعام الثالث. فرفد الأبحاث العلمية وما تنتج عنها بحيث يترجم إلى توعية مجتمعية إلى استراتيجيات للوزارات المعنية يكتسب أهمية كبرى، وهذا تعمل بها الدول التي يعني تهدف تماما للحد من سيطرة مشكلة معينة، فما بالنا بمشكلة صحية تؤرق جهات عريضة في المجتمع وفي الدولة، وهي مشكلة السرطان. المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين نوقشت فيه أبحاث مختلفة حول أمراض السرطان وكيفية التعامل معها، وذلك بمشاركة متعددة من محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع وحضرموت، خصوصا في ظل زيادة نسبة المصابين بهذه الأمراض. 25 بحث ستناقش في هذه في هذا المؤتمر، الهدف منها كلها الأوجه العامة للسرطان من حيث الوقاية والتشخيص والعلاج، وفي مجمل وفي أنواع متعددة من السرطان. الحملة أيضا بشكل عام وليس المؤتمر يهدف إلى النزول إلى المجتمع، إجراء التوعية على المستوى نقول التجمعات البشرية الكبرى مثل المولات وغيرها، كليات ومدارس، كليات جامعة عدن، المدارس الثانوية. أيضا ما يميز الحملة في هذه العام إنها تنطلق في 4 محافظات، كنا في السابق نشتغل في محافظة عدن فقط، الآن معنا الضالع ولاحق وأبين، أيضا فيها جمعيات متطوعة في مجال السرطان وتعنى بهذا الجانب. جامعة عدن كان لها دورها بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج الأورام في إبراز أهمية الفعاليات والمؤتمرات لرسم استراتيجيات البحوث العلمية وتفعيل دور الجهات المختصة على أرض الواقع. المركز عنده استراتيجيات في العلاج وفي التوعية. الاستراتيجية الأولى بالنسبة هي سموها الوقاية من المرض، والاستراتيجية الثانية طبعا هي العلاج في الحقل الطبي اللي موجود في المركز. الحملة تنطلق من شعار 40 في 40، 40% وقاية و 40% علاج، ولكن متى الوقاية؟ الوقاية بالوعي المبكر، الوقاية باتخاذ اسلوب الحياة الصحي من حيث التغذية، من حيث النشاط البدني، من حيث الابتعاد عن الأشياء الضارة مثل الكحول والتبغ وغيرها، هذا هو. والعلاج أن تتوفر في الأول يعني طرق الكشف والتشخيص والعلاج المناسب مهما كانت يعني غالية أو مهما كانت يعني غير متوفرة. المركز يعمل نشاط من أجل مساعدة المواطن على الحد من المشكلة، وأيضا تحديد المشكلة من البداية. إذا حلت المشكلة من البداية، إذا حددت بعد ذلك يمكن يكون أيضا أنها تحد منها. إحنا نتوجه إلى وزارة الصحة والهيئة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية لدعم مشاريع السرطان ودعم العلاج الإشعاعي حتى نتمكن من مواجهة هذه الأمراض. رغبة التمسك بالحياة تظل الأقوى طالما وقد شعر المريض بوجودنا معه قولا وتطبيقا. كشف تقرير أممي عن تراجع إنتاج الحبوب في اليمن في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد وإهمال الكثير من المزارعين زراعة الحبوب وقلة الأمطار، بالإضافة إلى مشاكل الأراضي الزراعية في مناطق الصرع. تعتبر المناطق الشرقية من اليمن الأجزاء الرئيسية لزراعة محصول القمح مثل المأرب والجوف وحضرموت وغيرها، إلى جانب القيعان وبعض السهول. المحاصيل التي تدخل مباشرة في الأمن الغذائي اللي هي القمح، الشعير، ذرة رفيعة، ذرة الشامية، الدخ، هذه تدخل مباشرة في الأمن الغذائي. طبعا كان هناك تحسن ملحوظ، يعني زادت الإنتاجية، إنتاجية القمح من 176 ألف طن إلى 268 ألف طن. طبعا أنا أشتي أقول لك إنه الفجوة الغذائية في الجمهورية اليمنية بالنسبة للقمح 92%، هذا الفجوة الغذائية الفارق بين المنتج والمستورد، يعني الجمهورية اليمنية هي بحاجة إلى 3 مليون طن، إحنا بننتج ما يقارب 8% من احتياجاتنا بالنسبة للقمح.
محصول إنتاج الحبوب من المرجح انخفاض نسبته هذا العام بمعدل كبير نتيجة لغياب البذور المحسنة والإقراض الزراعي وشحة الأمطار ومواد الوقود وغيرها. إذا لم يكن هناك تدخلات في توفير البذرة المحسنة ودعم توفير البذرة المحسنة، الكوادر والمؤسسات موجودة، بس الموازنة التشغيلية أكبر عائق وأكبر مشكلة هي الميزانية التشغيلية والميزانية الاستثمارية. ما فيش موازنات ترصد بسبب المواجهة اللي حاصلة. يعني مؤسسة كثار البذور عندها طموح أنها تنتج 5000 طن من القمح بذرة محسنة وتوزع على المزارعين. طيب أنا لما أشتي أنتج 5000 طن وتكلفة الطن 200000، تشيلك مبلغ من شان تنتج هذا الكمية، ما توفرت الموازنة. يعني إذا توفرت الإمكانيات ممكن نحقق الطموح اللي نصبوا إليه. المساحات الزراعية بالحبوب تراجعت بنسبة 35% نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والزيادة السعرية، مما دفع بالعديد من المزارعين التجاريين إلى خفض حجم الاستثمار والإنتاج، والبعض منهم خرج من مجال العمل نهائيا. يشكو الكثير من المواطنين في محافظة إب ظهور مجموعات مسلحة تنهب أراضي الغير بالقوة وتعتدي على أصحابها دون أن تجد من يردعها. حرب من نوع آخر تشهدها محافظة إب بين ما يسمى بالمتهبشين وملاك الأراضي. ضحايا يسقطون وأرواح تزهق في ظل تزايد حوادث السطو والاعتداء على الأراضي تحت تهديد السلاح وباستخدام القوة. فلا يكاد يمر يوم دون حوادث من هذا النوع سواء في داخل المدينة أو خارجها، وتحولت هذه القضية من قضية جنائية وقضائية إلى قضية رأي عام. جاءوا لي ناس متهبشين من البلاطجة مع المسلحين، واشتكينا بهم عند مدير العام، عند المحافظ، عند الدولي أوامر، والمحكمة أصدر أمر وإيقافهم ولم يرضوا يوقفوا لأنهم بلاد يوم عام مسلحين. بالنسبة لموضوع الأراضي وما نعاني منه من إشكاليات وما تسببه من أضرار جسيمة وتؤدي إلى إهدار الدماء وقتل أصحاب أراضي، قد يكون منهم براء وقد يكون منهم ناس متهبشين في الأراضي، ومن عن لوقوع الجريمة فتم توجيهات صارمة إلى إدارة البحث الجنائي ولجميع أقسام الشرطة بعدم التدخل في بيع في الأراضي، خاصة إذا كانت قضايا مدنية، وإذا كانت قضايا فيها جانب جنائي فيتم التعامل فيها بحذر شديد والقبض على جميع أطراف ويحتم لجهات الاختصاص تجنبا لإحداث أي مشاكل تحصل في قضايا التهبش، بس لا نستطيع أن نجزم بها نحن. يتم إحالة الأطراف إلى المحكمة، والمحكمة هي تبت إن كان فيها تهبش، من يملك فيها معه أوراق أو لا يملك أوراق، إنما كجانب أمني اختصاصنا ضبط جميع الأطراف ويحتم جهات الاختصاص المحكمة، وهي التي تبين إذا كان هناك تهبش أو لا. أسباب كثيرة تقف وراء زيادة الاعتداءات والسطو على الأراضي في محافظة إب أكثر من غيرها. من أبرز هذه الأسباب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل جنوني، حيث وصل سعر المتر المربع في بعض المناطق إلى أكثر من 500,000، أي ما يعادل 30 مليون للقصبة الواحدة، إضافة إلى عدم سرعة البت في قضايا الأراضي من قبل المحاكم وانتشار السلاح بشكل كبير، مما يجعل ملاك الأراضي يضطرون لمواجهة القوة بقوة مماثلة، وهذا يعني المزيد من الاعتداءات وحوادث جنائية كثيرة. مشكلة الأراضي ليست ولدة الساعة، طبعا هناك ثمة أمور أدت إلى هذه الظاهرة، ظاهرة التهبش والسطو على الأراضي. أولا ارتفاع سعر الأراضي داخل المحافظة، ثانيا السلاح المنفلت والمتواجد في كل الأزقة والحارات بحيث أنه يتمكن صاحب أو الذي يريد أن يسطو على ممتلكة الغير يستطيع بقليل من المال أن يجلبها عدد من المسلحين، وبالتالي يسطو على أي أرضية أو على أي أرض بقوة السلاح والعنف. نحن في محافظة إب نعاني من المتهبشين والسطو والمسلح على الأراضي وعقارات الدولة، ونتمنى من الإخوة القائمين والسلطة المحلية والقضاء التعاون معنا في ضبط كل من تسوي له نفسه له ممتلكات الدولة. الحكم صحح بيعنا وأكد بملكية من باع لنا،
وإذا ابن عمه يأتي بأكامر واقع يشتغل في الأرض، وذهبنا ومنعنا وخربنا ما اشتغلوه، وذهبنا للأمن وخرجت حملة معنا لمنعهم، وبعد فترة فوجينا بتكرار الأعمال بأكامر واقع بقوة مسلحين كتهبش. إما أن نأخذ حقنا بقوة القانون أو نضطر لقانون القوة بالمثل يعني، وهذا ما نريد أن نضطر إليه. حتى الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة وأراضي الأوقاف والمقابر لم تسلم من الاعتداءات والسطو عليها، وسوف نتناول هذا الموضوع بشكل أوسع في تقرير قادم. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. في الحديدة مقالب القمامة طعام للفقراء. سكان التربة بتعز يشكون إغلاق الشوارع بالباعة المتجولين. أهلا بكم. في ظل ظروف معيشية صعبة وحالة فقر شديد وصلت إليه الكثير من الأسر في محافظة الحديدة، أصبحت مقالب القمامة أمل للكثير من الفقراء في الحصول على وجبة من بقايا الأطعمة وكذلك مرعى للحيوانات. في ظل انقطاع الرواتب وانهيار العملة اليمنية واشتداد الحصار المتعدد والمختلف، بل في ظل غياب واختفاء فرص العمل في البلاد، تحولت مقالب النفايات في البلاد عموما وفي الحديدة تحديدا إلى مصدر للحصول على بقايا طعام. عشرات من الأطفال والأهالي صاروا يترددون على هذه النفايات بشكل شبه يومي، وبعد أن ضاقت أمامهم جميع الفرص على الحصول على الأكل في بلد تقول المنظمات الدولية أن ما يقارب 17 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة وماسة. روتي وقبض الله الدواب مرة أبنانا روتي ماتن، نحن يوم نكسب يوم نخسر، والله شوف على حال دعنا كم مرمى بين ندور احنا قرابين، ندور احنا أكل حتى الأكل ندورها والله من هنا، ناس فقراء وما شكي الله على الله، شكي على إنسان زيك مذله وربي يعني رازق احنا اكله وشربه والحمد لله نحمده ونشكره من فضله وجلاله. في الحديدة تبدو شريحة الفقراء المحتاجين كبيرة، وقد تضاعف اعداد هذه الشريحة في الفترة الاخيرة وبشكل كبير. الاعداد التي تتردد على مقالب النفايات دليل واضح على ذلك. لي 14 سنة منها ذا ناكل ونشرب احنا ويال احنا ونتكسى مستورة بستر الله الرحمن، وهذا ذهنها الله رايد بها لنا، والله يسلم بلادنا من الحروبات، والله يرفع عنها كل بلاء. ما يتم كتحكم كمان لكتنا روتين دورنا زبادي الآن نفوتها ناكل الحمد لله لما جلل فيها النبوك الدنيا أزمة. إلى جانب شريحة الفقراء نازحون من مناطق النزاع والحرب، وهم الآخرون يترددون على أكوام النفايات باحثين عن بقايا طعام لهم ولأطفالهم، وهناك من يدفعه الحياء والخجل إلى التردد ليلا بدلا عن النهار. الناس تعبت، والناس الآن في الشوارع يأكلوا من القمايم، يأكلوا يعني بهذلة بهذلة لا بعدها ولا قبلها. عانوا الناس كثير كثير جدا جدا جدا، وشاهدت بعيوني انا تنتين هذه، ويعلم الله الحال كيف تقاج من الموت اذا كان مرمى حصل زبادي ينكبون زبادي من كذا ما بينا منها وربي ملاطفنا ما بين منار ناكل رز ينكبون يدسنا نلقطه منها منا الحمد لله نحمده ونشكره. وضع صعب ومؤسف بكل المقاييس وصل إليه اليمنيون في ظل ظروف تتعقد يوما بعد آخر وتضيق فيه فرص الحياة والبقاء، ويا ليت العالم ينظر إليهم ويساعدهم من الخروج من هذا المأزق.
وهو ما يتمنونه ويتحدثون عنه. يشكو الكثير من طلاب الجامعة الخاصة عدم قدرتهم دفع أقساط الدراسة والمعاناة من إجراءات الجامعات بحرمانهم من دخول قاعات الدراسة والامتحانات. تتزايد معاناة الطلاب الدارسين في الجامعات الخاصة من صعوبة دفع الرسوم الدراسية المفروضة عليهم مع بداية الامتحانات للفصل الأول، حيث يشكو البعض عدم قدرتهم على دفع القسط المتفق عليه كاملا، ما جعلهم عرضة للحرمان من دخول الاختبارات، فيما لجأ البعض إلى إلزام الطلاب بتعهدات السداد خلال الفصل الثاني، ما شكل معاناة لهم خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد. بالنسبة لموضوع الامتحانات والرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة بشكل عام، يعني في الفترة الأخيرة حصلت ضغوط كثيرة للطلاب، من ضمنها أنه مثلا في أيام الامتحانات إذا الطالب ما دفع كل الرسوم يحرم من الامتحانات، وحصلت هذه الإشكالية كثير من الطلاب توقفوا، وكانت تحصل إشكالية أنه بعض الطلاب يدخل في على يعني قرب نهاية الوقت اللي هو وقت الامتحان بسبب أنه يروح يعمل تصريح من الجامعة نفسها، لكن يعني نزل تصريح من وزارة التعليم العالي أنه لازم أن كل الطلاب سواء دفعوا رسوم أو ما دفعوش أنهم يمتحنوا، لكن بعض الجامعات يعني اتخذت أساليب على أساس أن تخرج فلوسها، من ضمن هذه الأساليب أنه تحجب النتائج الدراسية. لحد الآن أغلب الطلاب مش عارف كم نتيجته. من ناحية الوضع الاقتصادي أكثر الطلاب يعانوا من هذا المشكلة، يعانوا من هذا المشكلة بسبب يعني ما عبش رواتب ما تمام. من ناحية هذا الوضع يعني نوجه رسالة للجامعات الخاصة بأنه يتم مراعاة الطالب في من ناحية هذا، يكفي الوضع الاقتصادي أنه بيلعب دور كبير في هذا المجال، يعني المفروض أنهم يتساعدوا معهم في هذا الحاجة. بالمقابل امتنعت بعض الجامعات عن التعليق عن هذه المشكلة، فيما آخرون وحسب تصريحات القائمين على العملية التعليمية في إحدى الجامعات الخاصة نفوا القيام بمثل هذه الإجراء والاكتفاء بالتعهدات من قبل الطالب رغم الالتزامات التي تتحملها الجامعة. نحن نعمل معنا برامج للتقسيط على مدار السنة، 4 أقساط، بعضهم قسطين بعضهم يعني تسهيلات في هذا الجانب من حيث الدفع، وبعضهم شهريا، يعني في معنا عدة بدائل بالنسبة للتسهيلات التي نقدمها للطلاب. من حيث الامتحانات في أيام الامتحانات اللي نشوفه أن ظروفه يعني لا تتحمل نعطى فرصة، يا إما يضاف إلى حسابه يسددها مع الأقساط اللي تسددها، أو يعني في فترة معينة يأخذ هو أسبوع أسبوعين شهر ويجي يسدد ما عليه، وما نعطلش أي طالب إذا كان ظروفه قاسية ما نعطلش إنه ما يدخلش الامتحان. بعض الجامعات يتم فيها إقصاء الطلبة من الاختبارات وعدم التعاون معهم، والجامعة كأنها مغنم أو وسيلة للتكسب أكثر منها أكاديمية. بين التزامات الجامعات اتجاه الطلاب ومتطلباتها لسير العملية التعليمية وبين مناشدات الطلاب، تبقى المشكلة مرهونة بعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها، وتبقى معها أصوات الطلاب قائمة أمام المعنيين في الجامعات الخاصة، النظر إليهم بعين الرأفة والعمل على تسهيل آلية الدفع بما يتناسب مع أوضاعهم المعيشية، وأن لا تكون الاختبارات هي العصا التي قسمت ظهر البعير. يشكو سكان مدينة التربة بتعز صعوبة في الوصول إلى منازلهم في ظل إغلاق الباعة المتجولين للشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية، ويشكون أيضا صعوبة إخراج المرضى والموتى من المنازل في هذه الشوارع المغلقة. مدينة التربة شريان تعز تكتظ شوارعها بالباعة وأصحاب البسطات التي تفترش الشوارع الرئيسية، وهي من تسببت بإغلاق الطرق لهذه المدينة وزادت من معاناة المواطنين وأصحاب الناقلات المارين إلى قلب المدينة أو القرى المجاورة. سبب ازدحام الشوارع يرجع أولا للبسطات وتأجير الشوارع للمقاولات والصنادق. خاطبنا مع المجلس المحلي مع كامل، ما أفادوا أنهم ما لهمش دخل، يؤجروا البسطات هذين كامل والمقاوتة، الشارع كله سبب الزحمة البسطات. يؤدي الازدحام إلى ضوضاء في المدينة،
إلى عدم مرور السيارات بشكل رئيسي، ما يعني ما فيش مرور تمام، ما فيش من ينظم الشارع، كل هذا بسبب الضوضاء في المدينة بشكل عام. لم يقتصر الأمر على إغلاق حركة السير لكل من يزور هذه المدينة أو يمر منها، بل شكلت هذه الأسواق عائقا أمام الساكنين في هذه المدينة نتيجة إغلاق معظم منافذها وشوارعها الفرعية، لدرجة أن البعض يصعب عليه إسعاف مريض أو إخراج متوفى، ناهيك عن مشاكل أخرى منها توقف المارين لعدة ساعات بسبب الازدحامات الحاصلة، وهو ما يعوق المواطنين عن تأدية أعمالهم وإيصال احتياجاتهم في الأوقات المحددة. نتيجة ازدحام الأسواق وازدحام العربيات، هذا عدم وجود سوق كبير يلم هذا هؤلاء المخضرين أو أصحاب العربيات الذي نزحوا من محافظة تعز. طبعا كثرة العربيات في الشوارع هو ناتج عن صغر الشوارع، عدم وجود مع موقع مركزي يضم أصحاب العربيات. المجلس المحلي الآن يقوم بدراسة لحل هذه الظاهرة، وإن شاء الله تحل قريبا. باتت حركة السير تنعدم هنا، ولم تعد هذه الطرق تنفع للسير بسبب الازدحامات الحاصلة، رغم ما تبذله السلطة المحلية من تنظيم لحركة الناقلات والباعة، لكن البساطات هي من تملأ الشوارع وتزيد من معاناة المارة. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. في أبين شاب جامعي ينجح بمشروع خاص. في تريم بحضرموت الباركور رياضة فكرية بدنية لمجموعة من الشباب. أهلا بكم. في منطقة الحصن بأبين لم يستسلم الشاب عمرو كور سعيد لظروف البطالة وعدم توفر وظيفة بعد تخرجه من الجامعة. بدأ بشراء الموز من المزارعين وتخزينه، ومن ثم بيعه بعد نضوجه في مشروع يدر عليه دخلا كبيرا. حينما وجد كل أبواب الوظيفة مغلقة وهو يحمل بيده شهادته الجامعية، لم ينتظر الشاب عمرو كور البقاء طويلا في صفوف البطالة، فاتجه مع مجموعة شباب من منطقة الحصن في محافظة أبين إلى تأسيس مشروعهم الخاص بإنشاء ثلاجة للموز. كانت مغامرة كتب لها النجاح. بالنسبة لهذا المشروع هو عبارة عن ثلاجة تقليدية لإنتاج الموز الأصفر. يتم نشاط هذا المشروع من خلال شراء الموز الأخضر من المزارعين، ومن ثم تعبئته وخمده بواسطة المخمد، ومن ثم تعريضا للبرودة ليصبح بعد ذلك موز أصفر جاهز للاستخدام. فكرة مشروع ثلاجة الموز خلقتها ما تجود به محافظة أبين من فاكهة الموز، حيث يقوم عمرو وشركائه الشباب بشراء الموز الأخضر من المزارعين الذي يغلف بأكياس حرارية داخل كراتين، ثم يوضع في غرفة بخارية لإنضاجه. بعدها يتم تخزين الموز في ثلاجتهم حتى يكتسي باللون الأصفر ويصبح جاهزا للبيع. هذا الموز يحتاج إلى 24 ساعة في المخمد في الحماء، يحتاج إلى بخار أو كربون، ويحتاج في ثلاجة 4 أيام عشان يصفر، وتخرج الكمية يعني تعبي الثلاجة في اليوم 15 كرتون، وتخرج لك هكذا في اليوم 15 كرتون أصفر، ونوزع في السوق في الأسواق في سوق جعار والحصن باتيس. المشاريع الصغيرة تمثل فرص عمل ومصدر دخل للشباب، خصوصا الخريجين من الجامعات، فأدعو إلى
أن يكون هناك دعم للمشاريع الصغيرة الخاصة بالشباب، حيث أن الخريجين بحاجة إلى فرص عمل خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة. استطاع هؤلاء الشباب الذين كانوا عاطلين عن العمل يوم ما أن يغذوا سوق منطقتهم ببضاعتهم، متجاوزين كل الصعوبات التي تعترض عملهم باستمرار، وبإمكانيتهم المتواضعة استطاعوا أن يطلقوا الفقر والبطالة والفراغ. يمتلك الشاب صلاح طموحا كبيرا وإبداعا لا متناه في تشكيل أعمال فنية للمناسبات كالأعراس وغيرها، ومن دكان صغير يقدم صلاح إبداعات بابتكارات تمزج بين الماضي والحاضر كمشاجب العرسان، ويتوافد إليه الناس بشكل كبير. صلاح شاب مبدع تألق في وقت قصير من خلال الكثير من الإبداعات، كان من بينها قدرته على صناعة أشكال مختلفة ومغايرة للمشاجب أو المقاطر أو ما يسميها البعض شماعة، خاصة بالأعراس والتي تستخدم كنوع من العادات والمراسم الضرورية عند الكثيرين. لا يقتصر إبداعه فقط على صناعة هذا النوع من المشاجب، ولكن تميز أيضا بموهبته في عملية تزيين الأدوات الخاصة بالأعراس والمناسبات بشكل يجذب الأنظار وبطريقة حديثة ومرغوبة عند الجميع. المسكات نصلح، قناة زين السيارات نصلح، ورد نصلح طبيعي ورد كمان، يعني حاجة الأقلاص تزيين سلال، يعني حاجة كلها إبداعات، كلها على حساب الطلب اللي يطلب الزبائن. رغم أن صلاح يمتلك محلا صغيرا جدا، إلا أن الجميع يتوافد إليه، حيث تختلف الأسعار لهذه المشغولات من شكل إلى آخر باختلاف أسعار المواد التي تزين فيها. كل حبة تكلف على حسب التشكيلة حقها، تكلف يعني حاجة جدا. هذه مكلف، إحنا تكلف 20,000 شغلها، شغلة دينا. المواد هو مع المواد مع كل شيء يطلع 20,000، لكن لو شغلنا حسبنا مع المواد حقنا مع شغلنا احنا مع تطلع 30,000 شغلها. طيب إضافة إلى كم تأجروها؟ اللي قاعد نأجر هذه 2000 3000، يعني أحلى من الشموع. الشموع أول كانوا يأجروا الحديد 3000 ريال، الآن هذه نأجرها لا يحتاج لا شموع ولا أشتري شموع ولا شيء. حرص عن صناعته لهذه المشغولات استبدال الشموع التي قد تحرق أو تفقد جمالها بلمبات مضيئة تجعلها أكثر جمالاً وأماناً أيضاً، ليبقى صلاح نموذجاً للشباب القادر على الإبداع والتفكير والتغلب على مصاعب الحياة وقسوتها. والله بدنا بالشغلات دي كانت فيها أول شيء شموع، مشاقب شموع، وإحنا كنا نزينهم نفس الشكل هذا كذا شموع، نأجرهم يهتمد علينا وتوسخت بهذل، فافتكرنا الفكرة هذه إن إحنا نرجع كهرباء، فرجعنا كده كهرباء تأجره يرجع يسرح نظيف حاجة حلوة أحلى من الشموع. بعد تخسر شموع تشتري شموع تخسر وبهذل يتوسخ يحرق، بعض الحين يحرق كامل يحرق يسوي حريقة مع القوال مع الزحمة يسوي حريق في البيت بهذل، فافتكرنا الفكرة هذه إن إحنا نرجع كهرباء، فالكهرباء أحسن وأرخص وأحلى من الشموع، لا تشتري شموع ولا شيء، تبلع تسيبه طلع أحلى من الشموع بألف مرة. موهبة تفردت عن غيرها وجعلت الأشياء أكثر إبداع وتفنن ملحوظ، فموهبة صلاح تزداد تألقا بزيادة أعماله المختلفة في البلاد. في حالة إنسانية صعبة يعاني الشاب عقيل أحمد من ورم سرطاني في جذع الدماغ شكل له معاناة كبيرة في ظل عجزه عن العلاج، حيث أعطي أكثر من 30 جرعة إشعاعية لكنه لم يستطع استكمال التداوي. الألم في رأسي وأذاني ونصف جسمي الأيسر الجانب الأيسر هذا اللي يألمني. بين خطوة وأخرى يختلف الزمان والمكان، فهاتان القدمان كانتا تخطوان ذات يوم في بهو جامعة ضمار في كلية الهندسة، اليوم أصبحت إحداهما مشلولة والأخرى تتحرك بصعوبة على هذا الكرسي. عقيل الشاب الجامعي ذو 6 أعوام بعد 20 القادم من محافظة ريمة يعاني من مرض السرطان، ف
في دماغه. ولدي هذا كان يدرس في دمار، جامعة دمار كلية الهندسة طبعا. فجأة وهو يختبر في الترم الأخير من المستوى الأخير، جاءت له الحالة هذا، شعر بخذلة في الجانب الأيسر، اسعفنا ولا صنعاء، عملنا له المقطعية. كان الدكتور يقول لنا ربما أنها جلطة، عدنا له برضو ما طلعش أنها جلطة، عدنا له الكشافة بالرنين المغناطيسي، طلع عنده ورم في جذع الدماغ. عملوا له في المستشفى الجمهوري 30 جلسة إشعاع دون جدوى. الآن حالته لا زالت، وهو الآن مشلول وطريح الفراش. أنا ذاكي في المذكى، وحسيت الجانب الأيسر خذلة فقط، وبعدين تطور معه لما يعني ما قدرت أمشي ولا شيء. بعدها صرت المستشفى على طول، كانوا يقولوا لي عندي باسم جلطة أو القلب. وبعدين فعلنا مقطعية ما طلعت شيء، وبعد رين مغناطيسي طلعت الورم. أنا درست هندسة خريج يعني. غريبة هي الأفكار عندما تزورنا ونحن على فراش المرض، فكيف لثلاثة أشهر بعد الإصابة بتورم سرطاني في الدماغ أن يصاب بشلل نصفي يقضي على نصف آماله، يبقى النصف الآخر مرتجيا رحمة الله والقلوب الطيبة؟ وكيف لطالب جامعي في آخر ترم دراسي فقط لا يجد من يعينه على إكمال مشواره الدراسي والعلاجي؟ نستخدم علاج الآن، وتحت العلاج الآن، وندي له علاج. العلاج حق الأعصاب، لأنه في عنده توتر أعصاب، وحق الدماغ، هذا حق الدماغ وهذا حق الأعصاب، وفيتامينه لأنه ضعيف شوي، يعني نهدئه لأنه يتألم باليوم 100 مرة، ولا نستطيع أنه يتألم ولا أستطيع الوقوف جنبه. هذه مراسلات مع الطبيب جراح في مستشفى بالهند، يقولوا لنا في إمكانية هناك ممكن يفكوا الجمجمة ويبعدوا الورم. فسافروا للهند، احنا لا نتمكن من أن نسافر إلى الهند نظرا لحالتنا وإمكانيتنا لا تساعدنا. نرجو من الناس الذين الخيرين يلتفتوا إلى هذا المريض ويساعدوه للعلاج. أدعي له بالشفاء العاجل، وأن يوفقه الله ويوفق الناس الخيرين أن يساعدوا ويدعموا للسفر للخارج للعلاج. هاتان عيناي ترقبان وجعي بلا حول ولا قوة، وها أنا ذا أرغب إكمال دراستي، فرغم ما أنا فيه ما زلت أشعر بالأمل. كان باقي مع 4 مواد والحفل فقط، مرت في اخترت 2، مرت بعد 2 مواد. ستنجو يا عقيل بإذن خالقك، قلبي يحدثني بذلك، كما يخبرني بأنك ستحقق أمنيتك بالعلاج وإكمال تخرجك من كلية الهندسة. فبسمة الأمل في عينيك وفي قلوب محبيك بلا حدود. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. في تريم بحضرموت، الباركور رياضة فكرية بدنية لمجموعة من الشباب. ملاطف الحرازي موهبة فنية بدق الطاسة، شهرتها واسعة.
أهلا بكم. تزدهر في تريم رياضة تسمى الباركور، يحترفها مجموعة من الشباب، وهي عبارة عن رياضة فرنسية في الأصل تعتمد على استخدام القدرات البدنية والفكرية كالمشي على الجدران أو الوقوف بيد واحدة. يواصل شباب تريم حضرموت اهتماماتهم بالأنشطة الرياضية المختلفة وعلى أكثر من صعيد ومستوى. هؤلاء الشباب يقولون بأن هوايتهم تكبر وتتطور بممارسة رياضة الباركور، وهي رياضة فرنسية الأصل، وعبارة عن مجموعة حركات يكون الغرض منها الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، مثل المشي على الجدران أو الوقوف بيد واحدة لفترة أو المشي على الأيدي والتخلص من كل المعوقات والعوائق. لعبة الباركور هي انتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء، باء على اللياقة البدنية والسرعة. بدأت الهواية كنت يعني أشاهد التلفاز، فرأيت يعني شباب أولاد صغار يتقلبون، فحبيت هذه اللعبة نكون يعني فيها يعني. وتصنف هذه الرياضة على أنها ضمن رياضات الفنون القتالية، رياضة تعتمد على اللياقة البدنية والسرعة البديهية في الحركات. الحركات التي تشملها لعبة الباركور هي اعتبارها أهم شيء، تعتبر أنها هروب من الخصم من الأشياء القتالية. حركات الباركور هي أغلبها في لعبة الجمباز، وبعد ذلك تتقن لعبة الجمباز ثم تذهب إلى الحوايز لتشكل طريقة لعبة الباركور. شباب تريم وهم يمارسون هذه الرياضة ويعطونها اهتماما من وقتهم اليومي، يطالبون من وزارة الشباب والرياضة بمساعدتهم في إنشاء صالة وملاعب خاصة وغيرها من الإجراءات التي تعمل على تطور هذا النوع من الرياضة. نتمنى من وزارة الشباب والرياضة أقل القليل أن يدفعوا لنا حوافز من صالات وأماكن تمرين ولو بالشيء القليل. يظل شباب حضرموت مهتمون بممارسة الأنشطة الرياضية يوما بعد آخر، وهي خطوة إيجابية نحو خلق جيل متعلم ورياضي ومثقف. بمناسبة اليوم العالمي للسرطان والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، شهدت مدينة تعز وعدا فعاليات مختلفة بالمناسبة بحملات توعوية لمواجهة أسباب الانتشار في ظل تزايد أعداد المرضى. يقول أبناء تعز أن الحرب ليست وحدها من تحاصرهم، بل الأمراض تلعب دورا في مضاعفة معاناتهم وفي المساهمة في موت الكثير بشكل أو بآخر. تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان، نظم مركز الأمل لمرضى السرطان في تعز فعالية وقف من خلالها على المستجدات التي تطال مرضى السرطان وعلى الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامهم. نوجه رسالتنا إلى رعاة هذا اليوم العالمي للسرطان، وبالذات الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ومنظمة الصحة العالمية، بالنظر بروح المسؤولية تجاه تخفيف معاناة مرضى السرطان في محافظة تعز. محافظة تعز اليوم تعيش ظروف مأساوية ومعاناة يعيش منها الأصحاء، فما بالك في المرضى، معاناة فوق معاناة، إضافة إلى الآلام، إضافة إلى الكلفة الكبيرة، إضافة إلى أن مركز الأمل دمر في محافظة تعز. مصادر الدعم انقطعت في محافظة تعز والتي كانت تأتي إلى مركز الأمل. 966 حالة وفاة خلال أعوام الحرب في مركز الأمل لعلاج الأورام في محافظة تعز. ما يقارب 1000 حالة وفاة سجلها المهتمون والقائمون على المركز خلال المرحلة القليلة الماضية، والمركز يقول أن لديه كشوفات بآلاف الحالات والتي يقول إنها بحاجة ماسة للعلاج والدعم والإغاثة من قبل المنظمات الدولية والعاملة في هذا المجال وفي مجال الإغاثة بشكل عام. زرنا اليوم مركز الأمل للسرطان في تعز، هذا المركز الذي يحوي عدد من الأمراض الذين يتلقون العلاج في هذا المركز. الحقيقة شاهدنا حالات موجودة من الأطفال الذين يعانون من إصابات أمراض السرطان، لكن أنا أعتقد أنه ما خفف
علينا هم هؤلاء الأطفال إنه ما يلاقوه من عناية ورعاية من المركز مثلا بالإدارة القائمة على هذا المركز والدور الذي تقوم فيه. وأنا أعتقد أنه مركز السرطان بحاجة إلى دعم كل الجهات، وأنا أعتقد أنه يمكن أن يكون مركز الأمل هو من أولويات دعم المنظمات والجهات المانحة والسلطة المحلية بالمحافظة لمركز الأمل للسرطان، لأن الحالة الموجودة فيها تستحق كثير من العناية. صحيح ما يلاقوه من عناية في هذا المركز، لكن هذه الإدارة لتدير المركز بحاجة إلى إمكانيات. كل ما قمنا به في المرحلة السابقة ربما يذهب سدى نتاج انقطاع الدعم في هذه المرحلة وعدم قدرتنا على استمرار مواصلة الدواء لمرضى السرطان في محافظة تعز. كما أيضا نناشد الحكومة بالنظر بروح المسؤولية إلى تثبيت الدعم الرسمي الذي كان يصل إلى مركز الأمل عبر وزارة المالية والبنك المركزي، نرجو النظر بمسؤولية. وفي إطار هذا الاهتمام قرر مركز الأمل للسرطان فتح قسم جديد للأنسجة، وبالإضافة إلى أن هذا القسم سيوفر الكثير على المرضى، سيمثل نقلة على المستوى التشخيصي، حيث يعتبر القسم الوحيد المتخصص في الأنسجة على مستوى المنشآت الصحية في المحافظة. 120 حالة تتردد يوميا على مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية، أكثر من 6500 حالة مقيدين لدى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز، يحتاجون إلى إمكانات تشخيصية، إلى إمكانات علاجية، إلى رعاية نفسية وصحية، ولذلك يحتاج من دور المجتمع. يكفي مريض السرطان معاناته، يكفي مريض السرطان معاناته والدور الواجب على المجتمع، الدور الواجب على الدولة، الدور الواجب على منظمة الصحة العالمية أن تخفف آلامه. قدمت الإدارة كثير من الطلبات الموجودة، نتمنى المنظمات الاستجابة لما يقدمه مركز الأمل للسرطان. نحن نتمنى لهذا المركز المزيد من العناية بهؤلاء الأمراض، نحن قلوبنا مع هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأمراض، ونتمنى أن نكون قادرين على مساعدتهم لتجاوز حالتهم المرضية التي يعانون فيها. من جهة ثانية وفي محافظة عدن، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السرطان، أقيم حفلا فنيا تخلله طبقا خيريا لصالح مرضى سرطان الأطفال، وهو ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث للتوعية بالسرطان، حيث دعا المنظمين المشاركة والمساهمة في الدعم لمرضى السرطان ورفع المعاناة عنهم. الفعالية هذه طبق خيري وحفل فني يقيم جمعية مكافحة أورام الأطفال من أجل مجازرة ودعم مرضى السرطان، وأيضا يجي ضمن إطار الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان. هذا الحفل دأبت عليه الجمعية تقيمه كل سنة من أجل التعريف بالسرطان والوقاية من السرطان ودعم مرضى السرطان وأيضا مآزرة أهل أو أسر السرطان. تظل شريحة مرضى السرطان في اليمن شريحة بحاجة إلى عناية واهتمام، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد والتعقيدات التي يواجهها المجتمع والمرضى تحديدا. ملاطف الحرازي موهبة فنية جميلة أبدع في قرع الطاسة وشكل حالة فنية يبحث عنها الكثير من المطربين لمزج قرع طاسته بألحانهم الغنائية. تحضر طاسة ملاطف في الأعراس بشكل كبير. ملاطف الحميدي تلالى اسمه في سماء الإبداع وغاص في بحوره ضاربا وراقصا. تفاصيل الصورة تحكي بوضوح مسرحا بصوت الفن وطرب الموهبة، تتجسد فيه الحب والعشق والمتعة لفن تراثيا ذات تاريخ وأصالة. أولا بداية مشواري والله كان أولا هي من أبي وجدي، وأنا أخذتها يعني حب في المهرة هذه، وهي أصلا من القلب، وما جاء من القلب يعني دخل إلى القلب. رقصات شعبية وتراث يمني بامتياز زرعه الأجداد وخلدوه في الذاكرة لتحصده الأبناء وتعاود نثره بأنامل ذهبية وإبداعية.
تتوارثه جيل بعد جيل. طبعاً الأخ ملاطف أعتبره هو الآن جاء يعيد نشاط التراث اليمني في مجال البرع. يعني يجب على أي شخص أنه يدعم كمثل هذه المواهب كونها فريدة من نوعها وكونها يعني بتعكس صورة جميلة عن التراث اليمني والهوية اليمنية. إبداعات ملاطف غالباً تكون حاضرة في الأعراس والمناسبات، وكثير من الفنانين دمجوا دقات الطبل في أغانيهم ليمتزج الفن وموروثه الشعبي غناء ورقص. يظل الإنسان اليمني المبدع يقدم روحه المتألقة والمبدعة لتبقى وقفة حديث على عراقة في فضاءات الجمال المتجدد. نتابع وإياكم مجموعة من الأخبار القصيرة. بعد سنوات من تعطلها قبالة الميناء، غرقت سفينة ضخمة تابعة لشركة مصافي عدن في شواطئ مديرية البريقة، والتي ظلت راسية هناك دون أي تدخل من الجهات المختصة. عثرت السلطات الروسية على جثة طالب يمني قتل في ظروف غامضة، وقال مصدر طلابي في موسكو إن الطالب جعفر محمد جسار من مديرية بني سريم بمحافظة عمران المبتعث للدراسة في روسيا عثر عليه مقتولا في أحد الأماكن العامة بضواحي موسكو. وأخيرا بالعسل، حيث نشرت مجلة التايمز الأمريكية ما وصفته بالإقبال على العسل اليمني في سلطنة عمان. مراسل المجلة في السلطنة تحدث عن مهرجان مسقط السنوي والذي طال انتظاره. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع. شكرا لمتابعتكم. أنتم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.